تحية طيبة لكم جميعا. حصتنا اليوم ستكون حول المساجد، بيوت الله تعالى، وهي كما لا يخفى عليكم أحب الأماكن والمواضع إليه سبحانه وتعالى، ففيها يذكر اسمه، وفيها يسبح بحمده، وفيها يعبد المسلمون ربهم فيترصون صفوفا لا خلل فيها ولا اعوجاج، فتحل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة ويفاخر الله تعالى بهم ملائكته. المساجد مشاهدين ليست فقط دورا لأداء الصلاة، بل أماكن يجتمع فيها المسلمون من أجل تدارس العلم الشرعي وملاقاة الوفود وإرسال البعوث وتجهيز الجيوش والرايات، وموضع بذل المال ليصرف في مصاريفه الشرعية على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل. ناهيك عن الدور التربوي الدعوي التوعوي التعبوي التحسيسي بلغة العصر الحاضر الذي يقوم به الأئمة والدعاة والخطباء، فالمساجد مؤسسة قائمة بذاتها. لذا كان أول عمل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة المنورة هو المسجد، ولذلك نقول إن أبرز الدلالات وأكبر العبر والعظات موجودة في هذه المساجد، فهي القلعة الحصينة التي يلوذ إليها المسلمون للتزود بوقود الحياة. وأي حياة يتساءل الكثيرون، قد يقول قائل مشاهدين هذا الدور اختفى اليوم ولا نراه في حياتنا اليومية، فالمساجد صار دورها محصورا فقط للصلاة، وهذا ما سنبحثه ونناقشه في حصتنا اليوم. لكن قبل هذا دعونا نستهل بهذا التقرير الجرافيكي. أجدد التحية لكم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد، ونرحب أيضا بضيفنا الأستاذ الإمام والداعية تهامي مجوري، الباحث الشؤون الإسلامية وعضو جمعية علماء المسلمين الجزائريين، معنا من الجزائر للبحث في هذا الموضوع، موضوع المساجد. أستاذ تهامي، بعد الترحيب بك، كيف تنظر إلى المساجد اليوم ومكانتها؟ هناك من يقول المسجد هو دار للعبادة لا أكثر ولا أقل، تؤدى فيه الصلوات وخلاص انتهى الأمر. وهناك من يذهب بعيد يقول لا، المسجد ليس فقط دار عبادة، بل هو مؤسسة قائمة بذاتها تؤدى فيها أمور عديدة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة كان أول عمل له هو بناء المسجد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. تحية لك ولمتابعيك الأستاذ عثمان. شكرا لك. المسجد كما تفضلت في مدخلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة أول ما بادر به المسجد والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المؤسسة التي ينطلق منها النور الإلهي والجانب الاجتماعي اللي هو الميثاق الذي تلتقي عليه الأمة. فالمسجد حقيقة هو مسجد للعبادة، ولذلك الله سبحانه وتعالى نسبه لنفسه، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ونسبته إلى الله سبحانه وتعالى تجعل له من القداسة
ما ليس لغيره من المؤسسات العمومية التي تصلح أو ينبغي أن تكون المجتمعات. ولكن بكل أسف نظمنا السياسية في العالم الإسلامي لا تعتبر الدين كمقوم أساس في بناء المنظومة الثقافية والمنظومة الاجتماعية والمنظومة العلمية، فلم تعتبر المسجد من المؤسسات العمومية التي ينبغي أن تكون، رغم أن قوانينها تضع قوانين متعلقة بالمساجد تابعة لهيئاتها الدينية مثل وزارة الأوقاف مثلا وما إلى ذلك، لكن في الجانب العملي، في جانب الهندسة المعمارية للأحياء، في جانب البناءات الرسمية، في جانب الإعداد نتاع المرافق العامة، لا نجد أن المسجد من ضمنها. لماذا؟ لأن الخلفية الثقافية لدى الإطار السياسي في العالم الإسلامي لا يعتبر المسجد من المرافق العامة مثل المستشفى، مثل السوق، مثل المدرسة إلى آخره. فهذا الحقيقة أوقع الأمة في نوع من الشرخ، ولذلك الأمة كمجتمع تبنت الدين كمقوم أساسي في مجتمعاتها، فلم تخضع لمقررات الثقافة السياسية التي تحكم بلادنا. فتجد أن المساجد مثلا معظمها بناها المجتمع، يعني بنتها الشعوب. فلماذا؟ لأن الدولة لم تعتبر المسجد من المقوم من المرافق العامة فأهملته، فبادرت المجتمعات بتحسس في كل حي، يتحسسون موقعا يشترونه أو يستولون عليه ويسوون وضعيته تجاه الإدارة إلى آخره. فالمسجد هو أساس، مرفق أساس في المجتمع، وهو إضافة إلى كونه مرفقا أساسيا له من القداسة ما ليس لغيره، هو ضرورة في حياة المسلم كمدرسة ومستشفى وك يعني طاقة، يمكن كمحطات البنزين يأخذ طاقته منها في 5 مرات في اليوم. طيب، وقد يقول قائل طالما أن الشعب هو الذي يبني هذا المسجد أو الشعوب تتشارك بين بعضها البعض وتتبرع وترفع هذه الحصون من المساجد ودور العبادة، ثم بعد ذلك تأتي الحكومة أو السلطات فتقوض هذا الأمر وتجعله في صالحها، هي التي تتحكم فيه وتتصرف فيه. السلطة كمؤسسات رسمية يحتم عليها النظام أن تشرف على هذه المؤسسات. أيوة. ولكن بحكم أن لها ليس لها شرعية كاملة هي تستعمل هذه الأساليب، لكن نحن مع التنظيم نعم، لكن لا ينبغي أن تعطل رسالة المسجد، ينبغي أن نضعه في مكانه ونهيئ له رجاله ونجعل المسجد يقوم برسالته في المجتمع لا أن نعطلها. إذا كانت السلطة مثلا أهملت بناء المساجد وجاء الشعب وسد هذه الثغرة وأكمل هذا النقص، إذا أرسل إمام هوش بالمزية، لازم يكون الإمام ولازم تصرف عليه الدولة. نعم. ولازم السلطة أو الدولة ينبغي أن تقوم بهذا المرفق وفق ما ينبغي، لكن لا تستولي عليه ليكون بوقا للخطاب السياسي مثلا القاصر. ينبغي أن يبقى يقوم برسالته لخدمة المجتمع كما يريد الله سبحانه وتعالى ويخدم المجتمع. نعم، الذي كنا نتحدث عنه هو الدور الريادي للمسجد كمؤسسة، كهيئة قائمة بذاتها، لكن أين رسالة المسجد الآن يتساءل كثيرون؟ أين رسالة المسجد اليوم؟ أين دورها في توعية الشعوب والتحسيس والتربية والتوجيه والتربية وغيرها من الأمور؟ حتى الجانب الروحي يقول أنه فيه نقص كبير. هناك حقيقة هناك نقص، لكن النقص فيه جانب مهم، وهو مهمة أهل الدعوة، رجال الدعوة إلى الله. أيوة. نحن عشنا في فترة السبعينيات وبداية الثمانينيات، كان المسجد يستغل من الخطاب السياسي من السلطة. صحيح. فكان يؤدي بعض واجباته التعبدية، لكن الخطاب كان خطابا سياسيا مستولت عليه السلطة. لكن كان الدعاة العاملون خدام المجتمع ورجال الله كانوا يقومون بالواجب
كما يريده الله سبحانه وتعالى وليس كما يريده السلطة. هذه الفئة من الناس بكل أسف اختفى منها الكثير خوفا أو طمعا أو قصورا علميا أو ما إلى ذلك. يعني هناك الحقيقة المسجد له شقين، له شق المرافق العامة التي ينبغي أن تتوفر بناء وهيئة تهيئة والجوانب المادية ونظافة وما إلى ذلك، وهناك أيضا البرنامج الاجتماعي الذي يقوم به الإمام. الإمام في الحقيقة في قانون الجزائري مثلا، في القانون الجزائري قانون الذي ينظم المساجد والإطار الديني، الإمام هو المدير، هو يعني رقم واحد في المجتمع، هو الحريص الأول على المجتمع وعلى برامجه وعلى إلى آخره. حتى أن القانون نفسه، يعني القانون الذي وضعته السلطة، المسجد هو دار عبادة ولكن له دور علمي، له دور تثقيفي، له دور اجتماعي إلى آخره. فهنا نجد أن المساجد يعني تنشط وتخفو وفق ما فيها من رجال. يعني إذا كان فيها رجال ناشطين وعاملين ويعني يكون هناك نور، يكون هناك دور للمسجد. إذا كان هناك فيه أناس يبحثون عن الشهرية نتاع كل شهر برك والله على أساس أنه موظف مثل سائر الموظفين، لا نجد هناك إشعاعا، وهذا نعتبره قصور في العاملين وليس قصورا في جهة أخرى. هكذا قد يفهم المشاهد أستاذ تهامي بأنه جوابك يدور حول أن المسؤولية يتقاسمها الطرفان، السلطات والأئمة والدعاة والخطباء، ولكن اليوم في الشارع يقولون أن الإمام صار موظفا عند الدولة ويطبق ما تطلبه منه الدولة، بمعنى ليس حرا، تقول له تكلم عن الانتخابات يتكلم عن الانتخابات، يروج للسلطات يتكلم عن أي أمر يصله، بل هناك من يذهب بعيد يقول أنه حتى الخطبة تكتب له، ولذلك فهو ليس حرا، فكيف تطلب منه أن يقوم بدوره التحسيسي التوعوي التوجيهي وما إلى ذلك؟ أنا أدعو المسجد، أدعو الأئمة إلى أن يقرأوا فقط القوانين المنظمة للمسجد. أيوة. سيجدون هناك مساحات عريضة كبيرة يمكنهم أن يتحركوا من خلالها ويخدمون المجتمع. القانون من ناحية القانونية في الحقيقة قانون غني، وهذا طبعا أنا لا أتكلم في قضية تزكية السلطة أو تجريمها، هذا كأمر آخر، لكن أنا أتكلم فيما بين أيدينا من قانون، كان قانون ينظم رسالة المسجد، وفيه يعني قانون وضعه البروفيسور سعيد شيبان رحم حفظه الله يوم كان وزيرا للشؤون الدينية، كان يسميه مؤسسة المسجد. هذا المسجد، هذا المؤسسة، قانون هذا موجود في قانون التابع لوزارة الشؤون الدينية، فيه سبل الخيرات، فيه الدور الاجتماعي، فيه الدور العلمي، فيه التربية والتعليم، فيه المدرسة القرآنية، فيه يعني كاين هناك في الحقيقة نوع من التجاهل أو نوع من القصور من القائمين على الإطار الديني. إذا كان الإنسان هذا لا يشاهد خوفا على خبزته، في الحقيقة هذا ما يعني عبارة على تقصير، هذا لا ينبغي أن يشتغل في القطاع الديني. الذي يشتغل في القطاع الديني يهمه أن يرضي الله سبحانه وتعالى وأن تكون أعماله خادمة للمجتمع. وأنا أقول يعني القوانين في حد ذاتها غير مستثمرة، يعني قانون الذي ينظم المساجد لا يستثمره الإمام سواء قصورا منه لا يعرف هذا القانون وما يبيحه له وما يجيبه عليه، أو أنه ما خوف يعني، لأنه أحيانا لما يستبد الإنسان بالخوف ويجد يشوف أن السلطة وكأنها غاضبة على الإسلاميين، فيشعر أنه إذا تحرك في أمر يخدم المجتمع ويخدم الأمة ويعبد الناس لله سبحانه وتعالى يشعر أنه سيقطع رزقه، وهذا لا يصلح لي أن يكون إماما. طيب نأتي الآن إلى هذا المصطلح اللي انتشر في الجزائر منذ التسعينات وقد غم على كثير من الناس، لم يفهموا بالضبط الدور الذي يقوم به الإمام، يا ترى هل لديه دور سياسي دور حزبي أم ماذا؟ ولذلك صارت هذه المعادلة معروفة في الجزائر، لا لتسييس المساجد لا لتحزيب المساجد. إذن أين هي الرؤية الصحيحة؟ هل ممكن الإمام أن يتكلم عن أمور سياسية انطلاقا من الشريعة أو يتكلم عن أمور حزبية وينتصر إليها؟
الإمام مطالب بأن يقيم حدود الله سبحانه وتعالى. الخطاب ينبغي أن يكون خطابا عاما جامعا شاملا، كان مع السلطة أو ضدها، لا ينبغي أن يكون مفرقا حزبيا. لذلك فقهاؤنا كانوا يمنعون الفتوى من على المسجد، من على المنبر. لماذا؟ لأن الناس الذين يصلون معك في الجمعة ليس كلهم يقبلون فتواك، ولذلك كان على الإمام أن يكون خطابه العام جامع للأمة، سواء قلت كان سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا. الممنوع أن يكون مذهبيا أو يكون حزبيا أو يكون طائفيا أو يكون منطلقا من جزئيات. ينبغي أن يكون الخطاب منطلقا من قضايا الكلية للأمة. دور الإمام دور المصلح، والمصلح كما تعلمون أنه الذي يجمع الأمة على الكلمة السواء، على الخطوط العريضة، على الأساسيات، محاربة الأفات الاجتماعية، محاربة الانحراف السياسي في أطاره العريضة، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. طيب، بماذا تصف هؤلاء الذين ينصحون المؤمنين بطاعته للأمر؟ قد يكون رئيس، قد يكون خليفة، قد يكون ملكا، على أساس أنه لابد أن ندعو لأولياء أمورنا بالصلاح وبأن تكون الأمور جيدة. انتبهني هذه الملاحظة، حول أنه لما استرجع رجب طيب أردوغان آيا صوفيا، الإمام لما كان يلقي خطبة لم يدعو لأردوغان ولا للنظام في تركيا ولا للحكومة ولا شيء، دعا لجميع المسلمين. عندنا في الجزائر الآن انتشرت هذه الظاهرة، تجد الإمام لما يختم خطبته يدعو إلى الرئيس، يدعو إلى السلطة. هذا كان حتى في عهد المخلوع بوتفليقة. هذا الدعاء يعني نخلوه جانبا، يعني الدعاء للخير للأمة، للأفراد، للأشخاص، إلى آخره. لكن الأساس الذي افتتحت به كلامك في عثمان أنه يدعو إلى أو لا يخرج عن السلطان أو يوافقه، هذه الحقيقة سرية لا ينبغي أن تكون. الطاعة في المعروف وليس في المنكر. هذا الإمام أو هذا السلطان أو هذا الحاكم أو رئيس البلدية أو الوالي ندعو له فيما كان فيه خير للأمة، ونسانده فيما كان فيه خير للأمة، وما كان فيه شرا ينبغي أن ننصحه، أن نوجهه، أن نعارضه، أن نقاومه. ينبغي أن يكون الخط خط الإمام هو أوضح الخطوط. لماذا؟ لأنه ما عندوش مفترض أنه لا يكون له خصوم ولا يكون له أعداء ولا يكون له مقربين، يكون فيما ينفع الأمة وما يأمر به الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يكون هو حامل رايته، فما وافق ذلك الخط هو الذي يرحب به ويدعو بالتوفيق لمن قام عليه. وأيضا إذا كان الخط خارج، يعني السلوك العام خارج عن هذا الخط، ينبغي أن يقاومه بالمعروف ويقاومه بما ينبغي أن يقاوم، سواء بالفتوى ضده أو بالدعوة لإصلاحه أو باستنهاض الهمم، لأنه عملية الإصلاح راهي واسعة، يعني هي واجبة. وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، هذه صفة الأمة ككل وليس أفرادا. من رأى منكم منكرا فليغيره. فهذا المنكر لم يقل أن يكون منكر انتاع عامة ولا انتاع سلطان. ينبغي إذا كان منكر من سلطان أو من عامة أو من أفراد أو من جماعات، ينبغي أن يقاوم بما ينبغي أن يقاوم به بطرق التي تخدم المجتمع. بمعنى تريد أن تقول حتى يفهم المشاهد، لا ينبغي أن يتحول منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد إلى بوق للسلطة. عندما السلطة تريد مشاركة الشعب في انتخابات ما تطلب من الأئمة، وهذا الذي حدث. وزير شؤون دينية السابق كان يطلب من الأئمة أن يحثوا المصلين الذين يأتون خاصة يوم الجمعة ويستمعون لخطب الأئمة بأن يطلب منهم أنهم يدعوا الناس للمشاركة في الانتخابات حتى لا تكون مقاطعة. وهذا ما أعابه كثير من العلماء والباحثين حول هذه المسألة، قالوا لا يمكن أن يتحول الإمام إلى بوق للسلطة يدعو ويروج لبرامجها ومناهجها، فعليه أن يترك المسجد مستقلا عن السلطة. أكيد هذا هو عين
الدعوة إلى استبعاد المسجد من أطر حزبية. أيوة. ففي عملية الانتخابات لا يحق للمنبر أن يقول صوتوا أو لا تصوتوا. يحق له أن يتكلم عن الإطار العام. بالضبط. أن يستنهض الأمة بأن تختار من يحكمها، أن تختار رجل مناسب، أن تجد فيه من المواصفات، مواصفات الإمام، ها هي المواصفات الصالحة، يعني إمام الحاكم، يعني الإمام العظمى نقصد، أنه ما هذه هي صفات الحاكم العادل الذي يأمر بالعدل والذي يقيم والذي والذي والذي. أما أن تكون دعوة إلى مقاطعة أو دعوة إلى التصويت أو دعوة إلى التصويت على فلان أو علان، هذه ليست من مهام المسجد، بل على المسجد أن يدعو الناس إلى ممارسة حرياتهم. الحرية كما يقول ابن بديس رحمه الله هي الحياة. الذي يتنازل عن حريته سيكون عبارة على يعني حجر جماد. أي. والذي يستعتدي على حرية غيره يعتبر وحشا. فإذا المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، ولذلك نسبه الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ورواد هذه المسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهؤلاء الرجال أئمتهم فهم أعلى طبعا. إذا كان رواد المسجد الذين يعتادون المسجد والذين يقتادون بما عليه المسجد ويقتبسون منه نورهم، هم من الناس الذين يحبهم الله، وهم الذين لا تلهيهم التجارة ولا البيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ما بالك بالإمام الذي يوجه والذي يقدم والذي ينصح والذي يحل محل رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه. نعم، هذا الكلام يجرنا أيضا إلى النصيحة. النصيحة دورها مهم، وقد ورد ذلك في أحاديث عديدة للنبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى كيف ترى النصيحة اليوم؟ لماذا تخلى الأئمة والدعاة عن النصيحة لمن؟ لخاصة لولي الأمر، أقصد للأمير، للرئيس، للوزير، للحاكم، تنبيهه، تنبيهه لما يخطأ، توجيهه عن تفريطه في أداء المهمة التي أوكلت له. ألا ترى بأن هذه المهمة كأنها خلاص انتهت؟ كأنه الإمام ليست من مهامه أن ينصح رئيس الدولة أو المسؤول الأكبر، يقول له انتبه، هذه مصلحة الأمة، عليك أن تحافظ عليها وما إلى ذلك. قليل جدا أن نسمع هذا الكلام اليوم. لماذا تراجع هذا المبدأ، مبدأ النصيحة لأولياء الأمور؟ هذا النصيحة أو تراجع هو طبعا يرجع للمسألة الأولى التي تكلمنا عنها، وهي الإطار الذي يعمر المسجد الآن، الإطار الديني، الأئمة يعني الخطباء. هذا الضعف هو الذي ألقى بظلاله وظلاله أيضا على الأئمة، فقصر في هذا الجانب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي تميم الداري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث افتتح به شيخنا أحمد سحنون وأخويه عباس المدني وعبد اللطيف السلطاني في بيان النصيحة. نعم. المعروف في تجمع الجامعة سنة 82 افتتح بهذا الحديث، النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم، هذا. فعلى الأئمة أن يكونوا من بين الأساسيين الذين ينصحون والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نحن لا نقول لهم نازعوهم سلطتهم ولا نازعوهم مواقعهم، وإنما انصحوهم بما نصحهم به الله ونصحهم به رسوله صلى الله عليه وسلم، خدمة للأمة وخدمة للعبادة وخدمة لهذا الدين. طيب، نأتي الآن الذي يجتهد. قد تجد إماما يجتهد يقول لك أنا سأكون في الدور أمثل الدور الوسط، ما أنا مع هؤلاء الذين هم الآن منتفضون في الشارع أو محتجون ولا أنا في السلطة. إذن كيف يقوم؟ يقول أنه أنا في الدور الوسط، لا أتكلم عن هؤلاء ولا عن هؤلاء. بمعنى الأمة مثلا منشغلة بأمر الاستبداد مثلا،
منشغلة مثلا بالحريات المفقودة مثلا، منشغلة بعدم وجود حرية الصحافة مثلا، وهو يتكلم عن أمور أخرى، النظافة مثلا، يتكلم عن مثلا المياه وأحكامها، عن الوضوء، يغرد خارج السرب بعيدا كل البعد. ولذلك الناس الآن لما تأتي الجمعة تأتي وهي على مضض، تقول ما هذه الجمعة، ما هذه الخطبة، يقول الشارع ملتهب والإمام يتكلم عن أمور بعيدة كل البعد، ربما يعيش في قرن آخر، ربما يعيش في بلد آخر غير الجزائر، للآن تعيش فترة مخاض من أجل تغيير هذا الحال الذي يعيشون الجزائريون اليوم. الوسط المقصود في الشرع إيه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطاء هو الرشد وليس شيء بين الطرفين. يعني لما نقول الطريق في يمين ويسار، الوسط هو التعرض للخطر، يعني التعرض من حوادث المرور. فالوسط هو الرشد، هو ما ينبغي علي أن يكون عليه حكم شرعي أو موقف من مسألة معينة أو قضية معينة. فالوسط ليس دائما صلاحا، هو أيوة. بين شرين أو بين طرفين، قد يكون لا ينبغي أن يكون، يعني قد يكون تهرب من واقع معين، كاين هناك خير وكاين هناك شر، وكاين بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هذه تحتاج إلى بحث وتحتاج إلى علم وتحتاج. لكن الأصل هو الميل إلى الشر، الميل إلى الخير على حساب الشر، ولو كان بغلبة الظن. يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله، الحلال ما كان صالحا دائما أو غالبا، والشر ما كان فاسدا دائما أو غالبا. يعني ما غلب عليه الخير هو الذي ينبغي أن ننصره، وما غلب عليه الشر هو الذي ينبغي أن نميل عنه ولا ننصره. فالإمام والعالم والداعية والمصلح، هؤلاء كلهم مطالبون بأن يقولوا الكلمة، كلمة الحق في موقعها، سواء كان في صالح طرف بين متنازعين أو كانت في صالحهما معا. ينبغي أن يصدع بها الإنسان ويقولها ويمشي وينصح. وسبل تقبل الأفكار وتقبل الآراء ليس سبيلا واحدا، ليس خطاب المسجد فقط وحده، الإمام له أكثر من دور، له دور الاتصال بالأعيان، له دور الاتصال بالإطارات، له دور الاتصال بالمؤسسات الرسمية، له هو مؤهل لأن يقوم بهذه الأدوار كلها، فينصح فينصح، ليس شرطا أنه ينصح الإمام من على المنبر مثلا. نعم. ينبغي أن يطلب مقابلة لجهة معينة ولا لجهة كذا ويقوم بدوره، فليست أدواره كلها ظاهرة. لكن الخطاب المسجدي لا ينبغي أن يكون مضادا للمصلحة العامة ومضادا للخير ومضادا للعبادة ومضادا لأهل الخير ومناصرا للشر، هذا لا ينبغي أن يكون. أما مع ذلك يمكن للإمام أن تكون هناك فيما يرى منه خطبة ما تعجبش الناس، والله فيها نوع من البرودة، والله فيها كذا، وهو ربما يقوم بأدوار أخرى مهمة في مجالات أخرى. فشيخنا أحمد سحنون رحمه الله لم يكن خطيبا كبيرا، ولم يرتقي المنابر كثيرا، ولا يرى عنه عنده خطاب هكذا فوري والله قوي، ولكن الأدوار التي كان يقوم بها كإمام كانت حقيقة لها فعالية، وكان لها دور في الإصلاح بين الناس وفي لملمة الأمور وفي مقاومة الشر. طيب ستؤمن، أتي الآن إلى هذا الطارئ، الطارئ الذي حل بالعالم وليس فقط الجزائر، أقصد هنا وباء كورونا، وفرض إجراءات عديدة، اجتماعيا سياسيا اقتصاديا صحيا. أكيد هلل الجزائريون منذ أسابيع أعتقد بعودة أو بقرار العودة للمساجد من جديد، افتتاح المساجد، وتفهم الظرف عندما كانت مغلقة منذ مارس الماضي. ولكن هناك كثير من الغضب في الشارع الجزائري بخصوص هذا القرار، لم يتفهموه، قالوا ماذا يعني أن تفتح المساجد ولكن لأداء صلوات دون صلوات أخرى؟ ماذا يعني أن تفتح المسجد دون صلاة الجمعة؟ لماذا كل هذه الرقابة المشددة على المساجد؟ لماذا كل هذه الضوابط والعوامل التي تحول دون أداء العبادة كما ينبغي كما كانت عليه سابقا؟ يقولون أيضا لماذا تنفرد الجزائر عن باقي الدول العربية الإسلامية الأخرى؟ انظر إلى تركيا دولة إسلامية، انظر إلى ماليزيا، انظر إلى الجيران فقط، إلى تونس أو المغرب والعراق والمملكة العربية السعودية، مفتوحة المساجد عادي، والمسلمون هنالك منضبطون،
البعد هذا الاجتماعي بين المصلين، الأمور كلها ماشية، لماذا فقط الجزائر شذت عن هذه عن باقي الدول الأخرى؟ والله هذا الحقيقة ما أنا لا أستطيع أن أجيب عنه، لكني أستنكر مع من استنكر أنه لا ينبغي أن نفرق بين الصلوات. إذا فتح المسجد لصلوات الخمس ينبغي أن يفتح للجمعة، ويمكن التغلب على المصاعب من أهل الأحياء أنفسهم، يعني أهل الأحياء يستطيعون تنظيم أنفسهم، يعني من سواء كان من لجان الأحياء أو شباب المساجد. حتى في الفترة التي كانت فيها المساجد مغلقة خلال رمضان هناك كانت أنشطة رائعة يقوم بها الشباب المساجد، تطوعية تقصد، هناك أدوار تقام تطوعية، نعم. وليس هذا أنه خروجا عن القانون والله، وإنما كانت عبارة على الإبقاء على العلاقة بالمسجد. فكانت في أوقات الصلوات مثلا يندر القرآن بالمسمع، يعني بالليزوبر لون، أيوة، مكبر صوت، مكبر صوت، أيوة. أيضا كانوا في بعد التراويح، في الفترة تاع التراويح كانوا يديروا حصص دينية توجيهية خلال رمضان كامل. كانوا فكان يعني كانت هناك أنشطة، كان بعض الأئمة أيضا كانوا يقرؤون القرآن هم بأنفسهم في أوقات معينة للإبقاء على العلاقة بالمسجد وما إلى ذلك. فالآن أيضا ينبغي المفروض يعني أنه لما تفتح مساجد دون أخرى معناها الناس تتكدس على تلك المساجد، أيوة. بمعنى لو كان أنا تمنيت يعني أنه إضافة إلى المساجد المبنية التي تقام فيها الجمعات تفتح مصليات أخرى في الأحياء. عندنا أحياء شعبية الآن جديدة أقيمت في طريقة وكانت عدل هذه، أيوة. كان عمارات طويلة جدا 11 و15 طابق، وكل طابق فيه أربع شقق، وكل شقة فيها 4 إلى 5 أشخاص بالغين، يعني 160-170 واحد يمكنهم أن يستأجروا بيتا من البيوت ويصلوا فيها صلوات الجماعة، بمعنى يخففون الضغط عن المساجد وفي نفس الوقت لا يحرمون الناس من الصلوات الخمس، ويفتحون المجال إلى النساء وإلى الأطفال، أطفال العمارة أقصد، ونساء العمارة. وهذه الحقيقة تمنيت أنها لو توسعت في هذا الظرف بالذات حتى يكون هناك نوع من التمكين للتعبد، تمكين الناس من تسهيل العبادة عليهم، و يعني وعملية إصلاح دائما تبقى دائما، المسجد دائما هو الإشعاع رقم واحد. فهذا المؤسسات الرسمية اتخذت هذا القرار وتقول أنها ستفتح تدريجيا، حقيقة هذا هم يسألون عنه، لا أدري بالضبط ما هو. طبعا هناك تأويلات باللي أنه هناك خوف من 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 حراك والله من كذا، انا استبعد هذا لان الوضع في ذاته الحراك الان تحول الى قيمه سياسيه ثقافيه ساكنه في نفوس الناس. يعني الشعور بالتغيير، الشعور بالاصلاح، اراه يسكن كل الناس الان بالضبط، سواء تظاهروا في الشوارع ام لم يتظاهروا. حتى الامام ذاته استاذ التهامي، حتى الامام ذاته بامكانه ان يقدم الكثير حول التوعيه والتحسيس بخطوره هذا الوباء، ليس فقط الطبيب أو الممرض أو الخبير الصحي، بإمكان الحكومة أو السلطة في دول أخرى هذا الذي قامت به عندما تعتمد على الإمام، لأنه لديه لسان، لديه طرق يوصل بها هذه المعلومات، هذه النصائح، هذه الأرشادات والتوجيهات حول هذا الوباء. فلماذا يحرم المصلون من مثل هذه التوجيهات من الإمام؟ هذا الذي قيل في هذه الفترة، لماذا فقط؟ نعم تفضل. بكل أسف يعني هذا قصور كما قلنا، يعني ثانيا المنطق يقول إذا فتحت المساجد إلى الصلوات الخمس افتح الجمعة، دير لها ضوابط، دير لها 10 دقائق، دير لها قضية تباعد، افتح الشارع اللي قبل قرب المسجد يصلي الناس خارج الشارع لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة ويفترق الناس مرة في الأسبوع، ما راحش يطيح السماء يعني كما يقول. وإنما لا أدري يعني هذا ربما قصور في فهم المسألة، وإلا صلاة الجمعة فيها من البركة وفيها من التوجيه للأمة ما ليس في غيرها والله أعلم. طيب دائما احنا فقط نقوم بالبحث في هذه المفاهيم والعمل على تصحيحها،
خاصة وأنه نعمل بأنزل الناس منازلهم. هناك من يقول أنه هذا الإطار أو ما يسمى بالشؤون الدينية والأوقاف تسلط عليها أناس آخرون موظفون لا علاقة لهم بالشرع ولا علاقة لهم بهذا القطاع أصلا، ولذلك تجد طبيب يتكلم عن المسجد، تجد وزيرا يتحدث عن أنه لا يمكن صلاة الجمعة، لا يمكن أن تفتح المساجد. الحديث أيضا في الوزارة هناك من الموظفين من لا صلة لهم بالشرع أصلا، يميلون للعلمانية اللائكية وغيرها من هذه الأمور. أنت بصفتك موجود في الجزائر، هل وقعت على هذا الشيء؟ هل صحيح موجود هذا الأمر؟ صحيح هذا الأمر، لكن أنا مؤمن بقاعدة تسمى الطبيعة تأبى الفرار. لو أن الإطار الديني الذي ينبغي أن يكون في ذلك المكان تحرك موظفا أو متطوعا ما تكلم ذلك الذي هو بعيد عن الاختصاص. نحن عشنا الفترة اللي هي أحلك منطقة، أحلك عفوا مرحلة زمنية، هي مرحلة السبعينيات في الجزائر، لما كان العهد الاشتراكي وكان اليسار يحكم البلاد بالحديد، يعني من دواليب الإدارة، وكان في ذلك الوقت رسالة المسجد تصل إلى كل أذن. لماذا؟ لأن هناك شعور بالمسؤولية عند الدعاة، عند الأئمة، منهم الموظفين ومنهم من غير موظفين. يعني لم يكن، كان جزء كبير، يعني حوالي 60-70% من الأئمة يقومون بخطب الجمعة تطوعا، منهم من يأخذ رخصة ومنهم من لم يتمكن حتى من الرخصة، وكانوا يقومون بالواجب. لماذا؟ لأنهم كانوا شاعرين بالواجب، لم يعبؤوا بالممنوعات، لم يعبؤوا بمن يقول لهم افعلوا أو لا تفعلوا. وإنما كانت حقيقة صدقيتهم مبنية على هذا الأساس، يقومون بهذا الواجب، وكل الناس يعرفون ذلك، المجتمع يعرف ذلك، وحتى من الرسميين يعرفهم أن هؤلاء حقيقة يقومون بهذا الدور. فحينما يغيب هذا النوع من الأصوات يتكلم الرويبضة، يتكلم المكلف الإداري، يتكلم من ليس أهلا إلى آخره. فأنا أعتقد دائما أن غياب الرسالية في حياة الأئمة وحياة القائمين على الشأن الديني هي التي أوقعتنا في هذا النقص وهذه المزالق. وهو كذلك أستاذ تهامي، أنا أشكرك شكرا جزيلا. أستاذ تهامي مجوري، الباحث والداعية، مختص شؤون إسلامية، عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا الكرام نرحب بضيفنا الأستاذ شكري مجولي، الإمام والباحث والداعية، معنا من هنا، وهو طبعا يؤدي مهمته هنا في لندن. أستاذ شكري، اليوم موضوعنا عن المساجد، كما لا يخفى عليك دورها مكانتها ماضيا وحاضرا. هناك من نسجل انشغالات وملاحظات عدة، خاصة خلال هذا الظرف الذي نعيشه، ظرف كورونا. بلدان المغاربية، الجزائر تحديدا، يقولون بأنه صار فيه تسييس للمساجد، غلق للمساجد في الوقت اللي الناس كلهم في أمس الحاجة لدور العبادة ليتنفسوا. هذا هو الأمر، فكيف ترى دور المساجد الآن في المقاومة، في التوعية، في التحسيس، في التعبئة أو ما إلى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخي عثمان، وحيا الله السادة المشاهدين. المسجد كما ذكرت في مقدمتك الطيبة هو مدرسة علمية يومية متجددة متكررة، يتعلم فيها المسلم كل شيء، النظافة والطهارة والتنزه والفرائض والسنن، وهو مدرسة روحية. والمسجد في ثقافتنا الإسلامية وفي ديننا يلعب دورا محوريا، ولا تقوم أي مؤسسة دونه، ولا تعوضه بأي شكل من الأشكال. لأن مؤسسات المجتمع المسلم تستمد من نورانيته وتتزين بروحانيته وتسري فيها هذه المعاني. ومساجدنا الحقيقة كما ذكرت أنت في عالمنا العربي مع الأسف الشديد أصبح المسجد أسيرا، المسجد أصبح يشكو إلى الله سبحانه وتعالى أن عطل عن أداء رسالته ودوره المنوط به. أتحدث عن دوره الرسالي، عن دوره الحضاري، عن دوره التثقيفي، عن دوره التعليمي، عن دوره في جميع مناحي الحياة. لذلك
غيب المسجد عن أداء رسالته وأدواره، وهذا في الحقيقة رأينا هذا مخطط يعني بدأه الاستعمار واستمر فيه أبناء الاستعمار ومن ورثوا الاستعمار ومن عينهم الاستعمار على بلداننا العربية والإسلامية. حقيقة أنت ذكرت أن فعلا المغرب والجزائر قد شذ عن العالم العربي والإسلامي، فالمغرب والجزائر لا يصلون الجمعة منذ يعني أن أغلقت المساجد في كافة أنحاء المعمورة، ولكن بعد ذلك فتحت المساجد وعاد المصلون إلى بيوت الله يصلون الجمع والجماعات، ولكن المغرب والجزائر شذا عن هذه القاعدة فيصلون بقية الصلوات ولكنهم لا يصلون صلاة الجمعة، مع العلم أخي عثمان أن المساجد هي أكثر انضباطا من كل الأماكن الأخرى. رأينا الأسواق ورأينا المقاهي ورأينا المطاعم ورأينا الناس يعومون على شواطئ البحار وهم بكثافة الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك لم يطلبوا منهم لا التباعد الاجتماعي ولم يمنعوا من السباحة على شواطئ البحار. ورأينا هذا الأمر في البهقط، يعني هذه عقوبة سلطت على بيوت الله وحرم الناس من أداء فريضة الجمعة في المغرب وفي الجزائر، وهذا أمر حقيقة يحتاج من هذه السلطات ومن القائمين على الشأن الديني أن يعيدوا يعني ترتيب أوراقهم وأن يعيدوا النظر في هذا القرار الظالم الجائر الذي سلط على بيوت الله وعلى المصلين. طيب نعود قليلا إلى الدور الطلائعي للمسجد، كما لا يخفى علينا جميعا أن المسجد للمسجد دورا أن للمسجد دورا طلائعيا حضاريا كما ذكرت، ولكن ماذا عن العلمانيين الذين يسوقون بعض المصطلحات بعض المفاهيم أنه لابد من إعادة النظر في مفهوم المسجد، لابد من تقييد رسالة المسجد اليوم لأنه منبر للتطرف منبر للإرهاب وما إلى ذلك خاصة السنوات الأخيرة، ولذلك تجد تضييقا أمنيا كبيرا على المساجد اليوم عكس ما كانت عليه في زمان. طبعا الدول دائما التي الحقيقة الدول المستبدة الظالمة التي هي كذلك كما منعت الحرية عن الشعوب فإنها كذلك منعت حرية المساجد، فالمساجد في بلدان العربية ليست حرة. أما يعني ما أصبح الآن رأينا أن وزراء الأوقاف في بلدان العربية الإسلامية يأتمرون بأمر وزير الداخلية، فهو الذي يتحكم في يعني أنشطة المساجد وفي إعطاء الرخص وما شابه، يعني أصبح وزير الأوقاف أصبح سكرتيرا وعاملا عند وزير الداخلية يأتمر بأوامره. بل رأينا في بعض البلدان أن الخطيب إذا صعد على المنبر فيضعون له يعني 5 موظفين، يعني هناك موظف أمني ويكتبون التقارير ويكتبون كل حرف يقوله الإمام، ثم بعد ذلك ينقلون هذه التقارير إلى يعني جهات أمنية وجهات يعني استخباراتية، وهذا الأمر هو من تعطيل بيوت الله سبحانه وتعالى التي حذر الشرع من تعطيلها وحذر من منع عمارتها كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذن هذه المسألة الحقيقة المساجد أخي المساجد هي منها خرج العلماء ونبغ المصلحون ونبغ الأدباء ونبغ الشعراء في عالمنا الإسلامي، والدليل على ذلك الزيتونة كانت منارة للعالم الإسلامي، وجامع القرويين كان منارة للعالم الإسلامي، والأزهر أصبح منارة للعالم الإسلامي، وقرطبة ومساجد في كل بلدان المسلمين كانوا منارة، كما قلت يتخرج من هذه المساجد يعني العلماء والدعاة والمفكرون والمصلحون. من أين تخرج عبد الرحمن بن خلدون رحمه الله تعالى هذا عالم الاجتماع؟ إنما كان تخرج من بيوت الله ودرس في بيوت الله ودرس عن الشيوخ
وهكذا أخي العزيز. لذلك المساجد الآن تحاصر ويضيق عليها وعلى الأئمة، بل أصبح الإمام في عالمنا العربي أصبح مهانا لا قيمة له ولا كرامة له، هو من أحقر الناس عند هؤلاء عند السلطات الأمنية وعند وزارة الأوقاف، على الرغم من أن وزارة الأوقاف في بلداننا العربية والإسلامية من أغنى الوزارات. لو عدنا إلى الحبس أي الأوقاف التي يعني يمتلكها جامع الزيتونة، يمتلك يعني أوقافا يعني تغني الأئمة وتغني الدعاة وتغني الخطباء في تونس وفي الجزائر وفي المغرب وفي كل بلد إسلامي. الآن رأينا المعركة الآن بين الأزهر وبين النظام الانقلابي في مصر، كيف أنه يريد أن يضيق على الأزهر ويريد من الأزهر هذه المؤسسة العريقة العملاقة الكبيرة بتاريخها وبعلمائها أن تصبح تابعة له، وأن يفرغها من محتواها العلمي، وأن يصبح الأزهر مطبلا للنظام لا منبرا ومعلما من معالم الدعوة والعلم. بمعنى ظاهريا فقط المساجد تابعة لوزارات الأوقاف والشؤون الدينية، لكن لو تتأمل جيدا تجد أنها تابعة لوزارات الداخلية. لا يحق للوزير أن يفصل في أمر ما شرعي إلا بالعودة للمخابرات إلى الوزارة الداخلية. أعطيك مثال، وزير الصحة عندنا هو الذي قال ستعود المساجد قريبا ولكن بدون صلاة الجمعة. هناك من تساءل قال ما دخل هذا الشخص في وزارة الصحة يتكلم عن أمور المساجد وهي عند علاقة بوزارة الشؤون الدينية، في حين تجد وزير الشؤون الدينية قال أنه لا عودة للمساجد إلا بعد زوال وباء كورونا. هذا الذي قاله آخر تصريح، ليفاجئ بافتتاح المساجد وهو وزير للمساجد، وزير للشؤون الدينية. إذن من أعلن أن افتتاح المساجد هو وزير الشؤون الصحية، وزير الصحة، وقال ليست هنالك صلاة الجمعة. ربما قالوا الناس ما لا، ربما هو مخطئ، ربما هو تسرع، ولكن ثبت الواقع والأيام أنه فعلا ما قاله بن بوزيد وزير الصحة حدث فعلا. الآن المساجد مفتوحة، مش كلها، بعضها على كل حال، بدون صلاة الجمعة. كما ذكرت من قبل أخي عثمان، نعم وزير الأوقاف هو أصبح سكرتيرا عند وزارة الداخلية، يأتمر بأوامرها ولا يحرك ساكنا ولا يعني يأمر ولا ينهى، إنما هو كما قلت لك هو سكرتير عند وزارة الداخلية، هي التي تعين الأئمة. مثلا في مصر وفي بلدان العربية كما ذكرت أن الإمام لا يعين إلا إذا يعني جاءت الموافقة من أمن الدولة ومن جهات أمنية أخرى، وهذا فيه تقزيم لدور المسجد، هذا الدور الاجتماعي للمسجد، هذا المسجد الذي كما قلت غاب عن أداء رسالته ودوره، عطلوه وهو يشكو إلى الله سبحانه وتعالى ظلم القائمين عليه. المسجد في بلدان العربية الإسلامية يحتاج أن يتحرر من تسلط الأنظمة ومن تسلط الجهات الأمنية على المساجد وعلى الدعاة وعلى الأئمة وعلى الخطباء. رأينا مثلا في المغرب أن كثيرا من العلماء الكبار قد عزلوا ووقعت إقالتهم ظلما وعدوانا، على الرغم من أن هؤلاء يعني مشهود لهم بالعلم وبالصلاح وبالدعوة، ليسوا لا من الغلاة ولا من المتطرفين، ولا يدعون لا إلى يدعون بالحكمة والموعظة الحسنة، وهم دكاترة وهم أساتذة في الجامعة، ولا على الرغم من ذلك إلا أن السلطات مع الأسف الشديد تعزلهم وتمنعهم من مواصلة رسالتهم الدعوية العلمية التنويرية الحضارية التي تحتاجها هذه الأمة. إن المسجد يا أخي كما هو في ديننا وفي شريعتنا، المسجد له مجموعة من الأدوار، العبادة الروحية والعبادة كما قلت لك، يعني أدواره متعددة، ولكنها عطلت في زمان الاستبداد وفي زمان الظلم. طيب ماذا عن الذي يقول بأنه لا لتسييس المساجد؟ ينطلق من مفاهيم معروفة، لا لتسييس المساجد، لا لتحزيب المساجد، أترك المساجد فقط للعبادة، هي دور العبادة لا أكثر ولا أقل، ليس بذلك المفهوم المؤسساتي بأن المسجد يؤدي دور حضاري، دور طلائعي، دور إرشادي، توجيهي، توعوي، تعبوي، تحسيسي. يقول لك لا، فقط الإنسان يروح للمسجد يصلي الصلوات الخمس وانتهى الأمر، وعلى الإمام أن يتقيد بما تقول له السلطة، ربما تبعث له حتى الخطبة يخطبها يوم الجمعة.
غير ذلك فأنتم تسيسون المساجد وتريدون القيام بدور غير المنوط به للمساجد. هذا أخي عثمان مفهوم كنسي علماني يريد أن يقصي المساجد عن أداء دورها ورسالتها من أجل توعية وتحسيس كما ذكرت أنت المجتمع، من أجل بناء فكر سليم بعيد عن الغلو بعيد عن المشادة، لا يميل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذن هؤلاء الحقيقة إنما يتحدثون أن كيف يعني هل المسجد، نحن لسنا كنيسة، أصبحت الكنيسة الآن، أنت إذا كان شعار أن المسيحية دع لله ما لله ودع لقيصر ما لقيصر، رأينا أن بابا مصر الآن يتحدث عن يخوض في السياسة بالطول ويتحدث وأصبح حزبا سياسيا. يا سيدي كما قال يعني أحد الدعاة أو الشيخ، يعني أظن الشيخ عباسي مدين رحمه الله تعالى، قال سياستنا عبادة وعبادتنا سياسة. فنحن لا نفصل بين السياسة والعبادة، بل السياسة جزء من هذه العبادة، وهذا مفهوم علماني مفهوم بعيد عن الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جيش الجيوش في المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم أنشد الشعر في بيوت الله، النبي صلى الله عليه وسلم استقبل وفد نجران وهم نصارى في مسجده، النبي صلى الله عليه وسلم كان المستشفى المسجد كذلك كان مستشفى، كان منبرا إعلاميا، المسجد أدى كل هذه الأدوار وكل هذه يعني المهام التي أنيطت بالمسجد. الآن هم أفرغوا المسجد من هذا الدور الحضاري ويريدون فقط أن تصلي في المسجد ثم تنصرف. يا أخي أنا أستطيع جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المسجد جعل لكل هذه القضايا الكبرى التي تقتضي من الإمام ومن الخطيب أن يتحدث فيها وأن يخوض في شأن الناس في قضاياهم الاجتماعية والسياسية، طبعا دون أن يميل أو ينحاز إلى طرف يعني، ولكنه عليه أن يذكر الناس، وهي هذه رسالته وهذا دوره الحضاري. المساجد تدع فيها القرارات المهمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي العهود التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، التي تتعلق بالمصالح العامة وتتعلق بمستقبل هذه الأمة وتتعلق بإدارة شؤون الدولة وتتعلق بالسفراء وتتعلق بالزواج وتتعلق بالإعلام وتتعلق بكل هذه القضايا. فمسجدنا المسجد في الفقه الإسلامي هو أن تتحدث فيه في كل القضايا، وليس حكرا فقط يريدون منا أن لا نخرج من الموضوع على منا يعني من 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 الحمام أكرمك الله، ومن الوضوع على الرغم من 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 قيمتي ومن أهمية الوضوء، إلا أن الإسلام نعم نتوضأ ويتحدث عن الصغيرة والكبيرة من يوم أن يولد الإنسان إلى أن يوم أن يوارى التراب. فالمسجد كذلك كان دار للقضاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد ويسأل أصحابه صلى الله عليه وسلم ويجيبونه، وكان يقضي بين الناس صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا في صحيحه سماه باب من قضى ولعن في المسجد، ثم قال ولعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى كذلك شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن رضي الله تعالى إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال لنا بأن المساجد هي لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لم يمنعنا من الحديث عن كل القضايا في بيوت الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب شيخ شكري، ماذا يمكن أن نقول عن الأئمة الذين لا ينتصرون لقضايا شعوبهم وتخلوا عن مبدأ النصيحة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ النصيحة لله مشهور الحديث، ولكن تراهم يتحفظون عن هذا الدور بحجة أنهم ليسوا أحرارا
أو بأنهم يريدون الابتعاد عن هذه الجوانب، يرونها سياسية، لا ينتصرون مثلا لقضايا الشعوب، للحراك الشعبي السلمي مثلا في الجزائر، تجد أن دور الأئمة دور باهت جدا، دور ضعيف جدا، لا ينتصر للشعب ولا يتكلم عن السجناء ولا يتكلم عن القمع ولا يتكلم عن المساجين الذين لم يطلق سراحهم مثلا منذ التسعينات، لا يتكلم عن الظلم المسلط أو الاضطهاد، هذه كلها لا يمكن يتحدث فيها الإمام الآن، إلا طبعا لرؤوس الأصابع يعد هؤلاء الناس، لكن هؤلاء لا مظهر لهم الآن، بحجة أنه لابد أن نحافظ على هذا المنصب وأن نغير شيئا فشيئا ببساطة دون ما أن نثير هذه المشاكل كلها، هكذا يقولون. مع الأسف الشديد أخي عثمان، نعم هكذا يعني بعض الأئمة بعض الدعاة مع الأسف الشديد، وهم يعني مع الأسف الشديد يعني هم يمثلون الغالبية العظمى من أئمة ومن دعاة المسلمين. هذا بسبب إرهاب الدولة أخي، كما قلت لك الدولة تمارس الإرهاب على الأئمة وعلى الدعاة وعلى الخطباء وعلى العلماء، هذا إرهاب الدولة هو الذي جعل هؤلاء الأئمة بين المطرقة والسندان، جعلوهم بين أمرين، إما أن تكون مطبلا تابعا للنظام تدور في فلكه وتقول ما يقول، وإما أن تحرم من الرزق وأن يقطع رزقك، وكما في المثل يقول قطع الرقبة ولا قطع الرزق. هكذا عاملت الدولة بمفهوم يعني مش عارف هذه يسموها الجزرة والعصا والجزرة، العصا والجزر. لذلك الأئمة هم الآن بينها، أنا لا أنا قلت لك أنا في نظري وجهة نظري ليسوا معذورين، ولكن هذا واقعنا، هذا واقع الأمة. لذلك على الأئمة الحقيقة لا توجد حتى نقابات للدفاع عن حقوق الأئمة هؤلاء، يعني كل الوظائف الأخرى لديها نقابات تدافع عنها وعن مصالحها وعن مظالمها وتطالب بحقوقها، إلا الأئمة فلا بواكي عليهم. ولكنني هذا أقول للأئمة كذلك، عليهم أن يخافوا الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا هذه الأمانة وهذه الرسالة التي أنيطت بهم. فهؤلاء الأئمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى ذي بالثلاء إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإن كانت هذه الإمامة أو النبوة والإمامة، لكننا كذلك نطبقها على الأئمة الذين يصلون بالناس والذين يخطبون في الناس، عليهم كذلك أن يستحضروا عظمة الله سبحانه وتعالى وأن يتحدثوا عن قضايا الأمة وأن يتحدثوا عن هموم الناس وأن يرتبطوا بالناس وأن يحتكوا بالناس. ليس من العار ومن العيب عن الإمام الذي يرى الأمة تقتل ويرى التطبيع ويرى المسارعة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني ولا يتحدث عن جريمة التطبيع. لا يرى الأئمة هؤلاء الذين يرون الفساد ويرون الظلم والاستبداد، يرون رجلا كالشيخ علي بالحاج يمنع من الصلاة من الجمعة والجماعة ولا يتحدثون ولا يناصرون هذا الشيخ الجليل، يرون مظالم كثيرة ولكنهم يصمتون كصمت أهل القبور، هذا لا يجوز في حقهم. نعم. وهؤلاء سيسألهم الله سبحانه وتعالى. الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال قولة شهيرة، قال إذا دخل الإمام إلى قرية فوجد أن الربا قد تفشى فيها وحدثهم عن الزنا فقد خان الله ورسوله. لا يمكن لك أن تتحدث عن قضايا فرعية هامشية لا تلامس هموم الناس ولا تلامس قضايا الأمة. نحن الآن نعيش في زمن يعني الحقيقة تكالب وسارع الناس فيه إلى التطبيع، وأصبح الفلسطينيون أصبحوا أعداء للعرب وللمسلمين، وما سمعنا بهذا في الملة الأولى ولن نسمعه في الملة الآخرة، ولكن سمعنا بعض المطبعين المسارعين إلى التطبيع. لذلك الإمام هذا عليه أن يتكلم وأن لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أي ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، الرزق من الله سبحانه وتعالى، توكل على الله سبحانه وتعالى فهو حسبك ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. وكن الضمير وكن لسان هذه الأمة تتحدث عن همومها وعن مشاكلها وعن قضاياها، ولا تكن يعني بعيدا عن هموم هذه الأمة. طيب، المسلمون في مغارب المشارق ومغارب المعمورة يحيون عاشوراء، المناسبة لديها عبر ودلالات،
ما الذي وقفته عليه أنت بالنسبة لهذه العبر والدلالات لعاشوراء، خاصة وأنها مرتبطة بمقاومة الاضطهاد والظلم، حدث ذلك في عهد سيدنا موسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الحسين بن علي أيضا، ارتبطت عاشوراء بالثورة ضد الظلم وضد الاضطهاد؟ طبعا عاشوراء هذا يوم تاريخي، هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام، وهو اليوم الذي رست فيه سفينة نوح عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا يوم صالح، وهو اليوم الذي استشهد فيه الحسين رضي الله تعالى عنه. استشهد فيه واستشهد وقد خرج ليدحض الظلم وليدرأ الظلم وليؤسس للثورة ضد الاستبداد وضد المستبدين. واليوم كذلك هو اليوم الذي يعني استشهد فيه رحمه الله تعالى الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى، استشهد في هذا اليوم، هذا اليوم الذي ذكره يعني سيد قطب رحمه الله تعالى، هذا العلم، هذا المفكر، هذا المنظر، هذا المجاهد، هذا الشهيد الذي أراد أن يعيد الأمة إلى ما كانت عليه من القرون الأولى، وكذلك أراد أن يسير على نهج يعني استشهاد صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وكم من شهيد ما كان يملك أن ينصر عقيدته ودعوته لو عاش 1000 عام كما نصرها باستشهاده. فاستشهد الحسين رضي الله تعالى عنه، وبذلك سطر اسمه في التاريخ ضد الظلم وضد الاستبداد وضد الطغيان، وما كان يملك أن يودع القلوب من المعاني الكبيرة ويحفز الألوف إلى الأعمال الكبيرة بخطبة مثل خطبته الأخيرة التي الإنسان يكتبها بدمه. فكتب الحسين وسيد قطب وكل الذين وقفوا ضد الظلم وضد الاستبداد، يعني سطروا وبصم وضعوا بصمتهم في التاريخ، فيتبقى حافزا محركا للأبناء والأحفاد، وربما كان حافزا محركا لخطى التاريخ كله مدى الأجيال. شكري، أنا أشكرك شكرا جزيلا لك على مشاركتك الطيبة معنا شيخ شكري المجهول الإمام والباحث والداعية، كنت معنا من لندن عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك. وشكرا أيضا موصول لضيفنا الأستاذ تهامي المجهوري الباحث الشؤون الإسلامية عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. فاصل ونعود. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام، بقينا فسحة لكم أنتم أيضا لتتصلوا للتعبير عما ترونه إضافة لنقاش لمحاور هذه الحصة، الحديث عن المساجد بالأمس واليوم، هل من تقصير بالنسبة للسلطات، بالنسبة للأئمة والخطباء والدعاة، كيف ترون الأمور؟ المسجد كان مؤسسة قائمة بذاتها في العصور الذهبية للإسلام، أما اليوم فهناك من يريد أن تبقى هذه أن يبقى المسجد فقط دار عبادة لا أكثر ولا أقل، تؤدى فيها الصلوات الخمس لا أكثر ولا أقل. فمشاهدينا، كيف أنتم ترون اليوم المسجد خاصة في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه الجزائر والدول الأخرى؟ طبعا الحديث هنا عن وباء كورونا وقرار غلق المساجد ثم إعادة فتحها من جديد باستثناء صلاة الجمعة. بوزيد، تفضل يا بوزيد من الجزائر. السلام عليكم والسلام على الأحرار في الداخل وفي الخارج. وعليكم السلام، مرحبا. يا أخوي عثمان، هذه عصابة، هذه شوف عندنا المساجد ولو يحفظ بسبحانه، هذه العبادة، هذه العصابة، هذه بصح وينكرون وينكر الله، والله خير الناكرين، ربي سبحانه
واحد ما يخطط له ما هو اللي يخطط لهم بصح هادو هم بانوا امام الله وامام العباد هذه العصابه هذه هذه في التسعينات كانت تشوف يا اخونا عثمان كانت تصدم للمساجد بالصلابه تاعها بكلش وتدي في الناس وها ربي زاد عاود بينها شوف باش تشوف هذه راه يتخطط للحراك لخاوتنا الاحرار بصح والله العظيم غير ما راهي سالكه مع ربي سبحانه في الدنيا وفي الاخره ومدنيه ماشي عسكريه والسلام عليكم وتحيه الجزائر. وعليكم السلام. محمد الان تفضل. محمد من فرنسا. السلام عليكم سي عثمان. وعليكم السلام. السلام على ضيوفك الكرام. شكرا. واليوم عاشوراء لجميع المسلمين ان شاء الله يوم مبارك عيد مبارك. ثانيا نتكلم على المساجد. أيوة. الله سبحانه وتعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله ثم يعني نتكلم في الأئمة الحراك وش قال؟ قال العدالة بالتليفون المساجد ثان كذلك بالتليفون حتى تبون بالتليفون يخص نفهم يخص إذا ما فهمناش العدالة بالتليفون وكلام الحراك المناضلين الحراك فين في السجون العائمة كذلك إذا تكلموا على الشريعة وعلى كذا يصبحوا في السجون فهذا لا نتهم بعضنا بعض حتى أصبحنا العائمة في واد وإحنا ونتمزق فتمزقنا فالآن نفهم لا لوم العائمة ولا الحراك ولا حتى كل شرب بالتليفون بس نعرفوا من هو اللي يسير حتى نقولوا مكة والمدينة خادم الحرمين هو مالك الحرمين يمنع حتى الناس من الحج إذا تصرى فتنة بين وبين بلد منع القطريين من الحج لأن ليس خادم الحرمين هو مالك الحرمين فهذا اليوم الله سبحانه وبين وأن المساجد لله فهذا اليوم لو كان يعني العائمة سهل نعم. يعني يديروا يمكن خطبة كما قلتوا يعني بين وبين الأخ الكريم وما يقدروش ما بدينا ما نهدروش الصح الآن اليوم شكرا لك خوي محمد أتك صحة محمد نعطي فرصة لبو علام تفضل يا أبو علام السلام عليكم أخ عثمان عليكم السلام حيوكم حيو قاعدوا الأحرار والضيوف يا يعني أخ عثمان الاخ اسمه اللي كان معك من قبل ايوه تهامي ماجوري ايوه هو كان يتكلم على المساجد والتوعيه والخطابه نقولوا انت في الثمانينات وبدايه التسعينات قبل الانقلاب يا تهامي كنت في المساجد نعرفك في القصبه مثلا كنت في سيدي رمضان كنت في مسجد فارس في السافر كنت تجي دير لنا دروس دير توعيه دير دروس الان علاش ماكش قادر تجي دير درس لماذا لا تجي للمسجد تعمل درس وتعمل خطبه وتعمل كما نقولوا التوعيه علاش لان راك تعرف علاش لان الامام ما يخليكش تعمل الامام راه مدار له هاتف اي واحد يجي يدير درس ولا اي شيء يعيط لهم يعيط للجماعه اللي عيناته راهي معروفه اواخر التسعينات داروا لهم الهواتف كاع في المساجد الامام رجع خدام عندهم هذه لازم يتكلم عليها قضية ثانية أنا تكلمت عندي 4 سنين في القناة تاعكم الأخ عثمان قلت لهم راه ما يخليوش يبنيو المساجد كي يديروا أحياء جدد ما كاش مساجد زين نعطيك معلومة نقولها للتهامي يتكلم عليها إن شاء الله أيوة. عندما تروح تعمل مسجد باش يعني تجي تبني مسجد يروحوا لا سيورتي الدايرة الشرطة واش يقولوا ديروا لجنة ديروا لجنة وتجيبوا ملف باش يعطوه المخابرات للدي ار اس باش يديروا عليهم تحقيق باش يقدروا يعطوا لهم رخصة يبنوا مسجد تروح تعبد ربي تشاور المخابرات شوف وين لحقنا يا الاخ عثمان لازم الامور يتكلموا عليهم باللي هذه الدوله راهي تحارب الدين المسجد ما عندكش الحق تروح تبنيه ولا دير مصلى او يتكلم على الله ديالهم وراهم باش يكونوا مع المجتمع يتقدموا يديروا مصليات وين راح له الناس وما كاش مساجد هما وراهم راهم كاع غايبين يا الاخ عثمان راهي كاين حرب على الاسلام حرب على الدين هنا كما يقول لك ما فيها حتى كما نقول لك امور يخبوها الامور كل شيء باينه واضح ابو علي المسجد واضح ابو علي واضح خويا ابو علي يعطيك الصحه عمر الان تفضل يا عمر السلام عليكم الاخ عثمان عليكم السلام في سنة 2018 أو 2017 قريت خبر في جريدة الخبر
هذه وزارة الشؤون الدينية جمعت 145 مليار سنتيم 145 مليار سنتيم وياخذوا هذه الفلوس ويتقاسموهم بيناتهم ويسووا بهم الجاه باش يتقربوا للسلطة ويبقوا متمكنين من القمع والبطش بالشعب الجزائري. لكن هيهات هما القالب بان الشعب فهم يعني أخ عثمان علاش خلقوا المساجد باش يبتس الحراك من المساجد والشعلة اللي تنطلق تنطلق من المساجد. هما غلقوا المساجد سكارة في الحراك وداروا سبب السيولة سكارة في الحراك وقطعوا الماء على العطشانين سكارة في الحراك باش يفشلوا الحراك. أنا نوصي الجزائريين ونخلي الكلمة اللي بعدي الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة. نعم لما تكونوا متماسكين ويد واحدة وتأملوا بالله أنه هو الناصر ينصركم ربي. إذا تألف تقول يا الله وإذا تلمق تقول يا الله. لكن لازم الوسيلة والسبب وهو الخروج من أجل مطالبة حقك لأن الأئمة هذو سهارة ولا واحد في سبيل الله. أنت شفت إمام بالأئمة هذو اللي داروهم يا أخي يتكلم على الشيخ علي بن حاج ممنوع يروح يجلس برا عند بابه ممنوع. يقول لك امتى تشوفوا الجزائر بكير لما يتحرر الشيخ بالحاج لما يتحرر الشيخ بالحاج فعرف ان الجزائر بخير وانهم ابناء العاصمه. علاش ما يروحوش يقفوا مع علي بالحاج علاش ما يساندوش؟ تمام يا عمر والطبع. عمر شكرا لك اخوي عمر. نسمعه الان فضيل. فضيل الو السلام عليكم اخي عثمان. وعليكم السلام مرحبا لك ولطاقم الأوراس تيفي ولكل متتبعين هذه القناة ولكل الجزائريين بدون استثناء أخي عثمان. نعم شكرا لك. بالنسبة للتدخل تاعي أخي عثمان هو داء من دعاة الوسطية لأنه ربما في عنوان الحصة تأطير المسجد في القديم واليوم. احنا في ظل هذه الجمهورية الثانية نتمنى أن يكون المسجد المعنى تاعه الحقيقي جامع جامع لكل القضايا للإنسان في حد ذاتها الديني ويوميته الحياتية. لهذا يعني ربما الإخوة يخلطوا هذا الجانب بطريقة غير منصفة لأنه ربما في ظل ما فتنا عليه من مشاكل ومن أمور جاء اليوم يعني ربما لتطلع الأفكار الجديدة باش يكون هناك يعني تأطير. عندما نقول لك الإمام كان دوره مقصور لأنه كثرت علينا المذاهب والأمور الأخرى وفي ظل هذا الإعلام الافتراضي ثم النطق كجمرة باش يحافظ على الدين تاعه. ولكن اليوم عندما الناس تفهم القضية الحقيقية ترجع إلى المسؤولية لبث الدين الحقيقي والشيء اللي يتمناه في ظل الجمهورية الجديدة إن شاء الله. والسلام عليكم أخي عثمان. وعليكم السلام ورحمة الله. نسمع الآن محمد. محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أشرف أخي عثمان. الحمد لله محمد. والله كان وقت المتدخلين إيه؟ عام سخونين برك هاللي يبردوا يندموا ربحوا العيد اللي جينيرو ربحوا العيد الأئمة ايش بهم هادو راهم سخونين اخويا عثمان والله راهم سخونين ربي يهديهم ان شاء الله. امين على خير. امين اخويا محمد يعطيك الصحة عاشورة مباركة للجميع. هكذا نقول شكرا لضيوفنا شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. تلتقون مع باقي الزملاء في باقي البرامج. مع السلامة.